العظم اللامي عند الخيل يتكون من الأجزاء التالية: قاعدة العظم اللامي، قاعدة العظم اللامي من الأمام في عند بروز يدعى البروز اللساني واضح ومتطور عند الخيل ويكون ضامر عند الأبقار، من الخلف في عند قرون أول قرن يدعى القرن الدرقي، القرن الدرقي، القرنين الدرقيين، من الأمام والأعلى في عند القرنين القرينيين، القرن القريني، القرن القريني، ينتهيان من الخلف بالقرن يدعى القرن القلمي، القرن القلمي. عند الأبقار بين القرن القريني والقرن القلمي في عند قرن إضافي يدعى القرن الإضافي عند الأبقار. المحارات عددها ستة، الجيوب عدد ستة عند الخيل. أول شيء عندي الجيب الجبهي، الجيب الجبهي. ثاني شيء عندي الجيب الفكي العلوي. في عندي الجيب الوتدي الحنكي، الجيب الوتدي الحنكي بهالمكان. بعدين في عندي المحارات، أول محارة هي المحارة الظهرية بهالمكان، والمحارة البطنية، والمحارة الوسطى توضع بهالمكان. هذا هون هو العظم الغربالي، هذا العظم الغربالي يفصل بين تجويف الدماغ والأنف.